مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 19 درجة مئوية، أما الرطوبة 45% والرياح تكون غربية خفيفة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأها شمالا، إرب الرياح نشطة وأتربة مثارة أو غبار خفيف، عفوا 28 إلى 15، المفرق غبار خفيف أيضا 31 إلى 15، جرش 28 إلى 13، وعجلون 26 إلى 12. المنطقة الوسطى عفوا البلقاء 29 إلى 15، الزرقاء 30 إلى 16، عمان 28 إلى 15، ومأدبة 29 إلى 16، أما البحر الميت 34 إلى 21. المنطقة الجنوبية غبار خفيف في عموم المناطق، الكرك 27 إلى 13، الطفيلة 27 إلى 14، نفس الحرارة في الشوبك أما معان 30 إلى 16، والعقبة 38 إلى 21. بالنسبة للمنطقة الشرقية رويشت 36 إلى 15، الصفاوي 35 إلى 16، والأزرق 36 إلى 17 مع غبار خفيف في عموم المنطقة الشرقية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.